السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف ازاي نعمل الفيديو يذاع كأنه عرض أول مرة. أول حاجة بنفتح صفحة جوجل بالشكل ده، وبنفتح قناتنا زي ما احنا متعودين، هي مفتوحة هنا قبل كده. كده اللي هي لوحة البيانات اللي بنجيب منها علامة الدولار وبنجيب منها الفيديوهات. الشرط الأساسي إن أنا لما أروح صفحة الفيديوهات اللي هي دي، ندوس هنا على الفيديوهات، أكون سبق إن أنا محمل فيديو قبل كده ويكون معمول إن هو خاص وليس علني. يعني هنا شايفين إحنا كده الفيديوهات دي كل ده علني، يعني دي اتذاعت ما عدا ده غير مدرج، ده اللي هنشرح عليه. بنيجي عند الغير مدرج ده وبندوس على اسم وبندوس على علامة القلم، بيحولني للصفحة اللي بعدل فيها بالشكل ده. بعد كده بنروح هنا عند مستوى العرض، هو غير مدرج، بنعمل كده وبختار ان هو ضبط الفيديو كعرض اول عند علني. بعد كده بقول له ضبط الفيديو كعرض اول فوري، كده هيبان ان هو عرض اول. ممكن اعمل جدول الزمني واختار التاريخ ان هو هيظهر تاريخ 27 على اساس ان النهاردة 26 يعني بكرة، والوقت بتاعه هختاره مثلا الساعة 6 مساء بتوقيت المنطقة اللي انا فيها، وبدوس هنا ضبط عرض اول وبقول له تم. بعد كده بروح فوق وبقول له حفظ، تمام، يبقى هو كده هيتذاع عرض اول في الوقت اللي انا حددته. وبختار الصورة المصغرة من هنا زي ما احنا متعودين لو عاوزين نغير فيه حاجة، وبعد كده بنقول له هنا حفظ، كده الفيديو اتحفظ. بنرجع تاني للفيديوهات، اتمنى تكونوا استفدتوا وعرفتوا ازاي نحول الفيديو لعرض اول. لو دخلنا عليه هنا تاني كده، هنا مكتوب عرض اول وعلامة الساعة، يعني في وقت هيتحول فيه للعلني. مع السلامة.